مرحبا بكم من جديد. نفتتح نشرتنا بأخبار تعيين تونس رئاسة المفاوضات الحكومية الدولية الخاصة لإصلاح مجلس الأمن حسب ما أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. ومن جهتها أكدت تونس على الأهمية اللي توليها الإصلاح مجلس الأمن اللي يتلائم مع الواقع الدولي الجديد وتطوير قدرته على الاطلاع بمهامه الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين والدفاع عن الشرعية حسب ما جاء في بلاغ الوزارة الخارجية. كما عبرت تونس على استعدادها التام لقيادة المسار هذا والعمل على تقريب وجهات النظر بين مختلف الدول والأطراف المعنية وتوحيد الرؤية لدعم قدرة مجلس الأمن على مواجهة التحديات. تكريم تونس من خلال التعيين هذا باش يمثل السفير المندوب الدائم لبلادنا لدى منظمة الأمم المتحدة محمد خالد الخياري.